الأخبار الثانية ستة استمزيغ تكونيني غمس الخير في اللوم ومرحبا زيوم وقمز قورا قرضا النسغي من لمث سينية بصالح جوجيل إلى غاس ذي تليفون قرضا النسغي من الشيوخ فرنسا جيرارد لارشير من مسلعين في المخالطات يتخصان لخدمة البرلمانات ومن كتبقا وسخذ من الأليات ذي المشورة أكد البروتوكول المعاونة جرينت ذي سبتمبر 2015 ذي تزاير وشي الكول يقور في الحساب متى يمسفها ما قرضا النتمورث مس عبد المجيد تبون أكد قرضا فرنسا إيمانويل ماكرون وذي والنسن جبدن في مانك يلي وحراز سي كورونا ومسلين في الإسلام إسلاموفوبيا ذي الديمقراطية ومسلين في عطل المسائل محل كفح الإرهاب وجبدن أول في المسالة الليبيا كذ الحال ذي مالي أقرضا النسغي من لمث ثهين يرني سبين باللي تزاير غرس دايما الراي بشهرني أهبد كذ الصحراء غربيث بزيادة في الحق أن الشعب الصحراوي بشياوي الحقيس جوجيل يناد باللي تزاير قبلش متى لا يتفق سوى ربعث دوكلانت موران اوروبا متى تخصان لحقوق نيبو ندمن ذي تزاير وشي على خاطر لا نقورنا كذ اللوبيات يخسن الشر تزاير وخسنش الديمقراطيه اذلهنا تزاير وسغي من الشعب نتمورث النغاسة قرين وملاقاي توغ في خفيس قرضا نسغي ميا سليمان شنين وحضر الوزير في المخالطات كذا البرلمان بسمع زوار من يسقمضن اسقسيا يتخصانا غير لموراث نردخل اغير نصنعات الاشغال نلبيليك اغير ومان اغير نحوس ذي الصنعات قديما شنين يذي ووليس يناد بلي اتزاير وحواج الشهوي العقليات نغا خمم سي لجنة سوي يناد بلي وربع من دوكلان تموران اوروبا اي ولا هيني ولا ذو امكان يشمث ذي الخدم تنسن اكذ الدبلوماسية. نعتقد ان البرلمان الاوروبي اصبح رمزا لسياسة الكيد بالمكيالين المرفوضة عندنا في الجزائر وخاصة مع شركائه المختلفين وفي تعاملاته الدبلوماسية ويقوم للأسف الشديد بالوكالة عن قوى ولوبيات معروفة لدينا بالضغط والابتزاز ومحاولة عزل بلادنا وتشويه سمعة الجزائر إضافة إلى الاستمرار في محاولات خلق مشاكل من الداخل وإحداث الفوضى المبرمجة باستعمال حراك الشبكات الاجتماعية كما أنه لا يمكن أن يخفى على أحد أن القوى التي تقف وراء لائحة البرلمان الأوروبي لا زالت تحلم في استهداف الجيش الوطني الشعبي باعتباره ضامن الوحدة والسيادة وصمام أمان للنسيج الوطني وكل هذا هي محاولات مستمرة من أجل دفع البلاد إلى التخلي عن القضايا الاستراتيجية والأساسية وتعطيل مشاريع النهوض الحضاري لأننا على يقين أن الجزائر تملك كل مقومات النهضة والاستقلالية في القرار الوطني بل تملك القدرة والإمكانيات والتاريخ من أجل القيادة الجيوستراتيجية للمنطقة. زفريمي يستشهد الرقيب مزوار سيف الدين للمايا ما كيكر ومسنا كذا الارهاب ذي الولايه نجيجل الوزير مزوار عبد العزيز جراد ذي تويتر يعزى ويناد باللي ما كيوضاي الخبر من الاستشهاد من الرقيب مزوار سيف الدين للمايا نغينت الارهاب ذي جيجل والشيا حزن غفلا سعيطا الوزير مزوار يعزى قرض الاركان من الجيش نتمورث النغا كذي مولانا الشهيد ويعزى ولك العسكر نتمورث النغا ويطلب سي ربي سبحانه باش هي السي ذفر الجنه كذا الشهداء وسا اللي هو حنبلي نور الدين المدبر يتفن الجيثنا العسكر ويس خمسة ذي سبيطارنا العسكر نقسنطينة يتوفيخ في المراسم نوسيلي الشهيد الرقيب مزوار للمايا سيف الدين يستشهد إذا ناض ذي لخدمة العسكر ذي البلدية العنصر الولاية نجيجل من العسكر نغين ثلاثة سل إرهاب والرين سليحاثة ذي اتعاذ قرين المراسم ذي تشريفات الشهيد هوية الطيران العسكر غالية خمسا للولاية اللمدية باشه مضلا إن لله وإنا إليه راجعون.
الوزير مزوار عبد العزيز جراد سيتوغ في خفل حفلة تقرين ذي المركز الجناس النيم لقاين يتخصان واس الجناس النيم عذاري حفدة كذواس وثلاثة سي ديسمبر وحضر اتعاذ الوزير تنغير المعونة ظلوم ورنت مطوث كوثر كريكو ذي المقدم من وارباعث نتمور الجناس ذي تزاير ذي اتعاذ الوزير مزوار يقرا والي مسلاي في متاه الله قار الدولة في الجالي معذار من يهله تبدا كيدسن بالخصوص ذي الحوال ندونيث لارزاق كذغوري ظهور أرثى. هذه الهمم من خلال المناظر الإعلامية الوطنية. اليوم أنا تواجد معكم لإحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الموافق لثلاثة ديسمبر من كل سنة تحت شعار أممي يتراجع مدى الاهتمام الدولي بفئة أثبتت عالمياً لا وطني فحسب قدراتها ومؤهلاتها في المساهمة في مسار البناء على جميع الأصعدة وهي قدرة دعمتها أطر قانونية تضمنت بندا داعم المكان فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار أحكام القانون رقم 902 المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعيقين وترقيتهم. الوزير مزوار ند بلي عدلنا الدستور نقار ذي سلك متى يلاقن في الجالي ذي غرصن النيث بشرف ذن درزاق نتمورث بزيت في البنين نفعا. ولا شك أن التعديل الدستوري الأخير يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للعمل على إدماج ذوي الهمم اجتماعيا واقتصاديا بصفة فعالة وانخراطهم في بناء الصرح المؤسساتي أبدعت هذه الفئة من المواطنين والمواطنات في شتى ميادين الحياة الثقافية الاقتصادية الرياضية على مستوى العالم وأبرهتنا بنتائج جد إيجابية في امتحانات الرسمية كما رفعت الراية الوطنية في المحافل الدولية بنخبة من الرياضيين والرياضيات المتواجدين بميدان والمبادئ إلى جانب ذلك ساهمت في عملية التنمية الاقتصادية بمشاريع شتى من أجل المساهمة في تنمية بلادنا. الوزير مزوار يرني وصى باش الجمعيات هدفهم ذي وسوج ذا البلان كذا الاستراتيجية في الجري معذار ذو حراز في الحقوق انسان. إن تواجد هنا الأكيد في رسم السياسات وضبط البرامج في مجال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يتكرس باتخاذ تدابير وإرساء آليات لتعزيز حقوقهم مع إشراك الحركة الجمعيوية في إعداد برامج واستراتيجيات ناجعة لتخدمهم بالتنسيق مع كل الفاعلين لا سيما الأسرة الإعلامية التي تعمل على إبراز هذه الهمم من خلال المنابر الإعلامية الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي. الوزير مزوار هيني ناد باللي تزاير ركض الخدم تني غير نسي الجناس هكر الجهود في الجال ونطلع في معذار. لا يفوتني أن أنوه بأهمية التنسيق مع مختلف الهيئات الأممية لا سيما صندوق الأمم المتحدة للسكان لرفع قدرات ومؤهلات هذه الفئة والتعريف بها دوليا من خلال تبادل الخبرات وضبط المعايير الدولية لترقية منتجاتهم لتفتح أمامهم فرص اقتحام السوق العالمية ونحن على ثقة بقدراتهم وسنعمل معا على رفع التحديات خاصة في ظل الأزمة الصحية وجعلها حافزا وقوة دافعة لتحقيق الأهداف المنشودة.
ذي تعاد الوزير مزور عبد العزيز جرادي كرم من المذني وين إمكان إمزورا سي معذار إقارن جرادي يرني سربا لكرا سي قورن أزيسن إمعذار حال مانك هين يسيغ لمفتح نيخا من عدل قرينتن في الجلنسن وصيغ الناس إخا من في الحساب الحالة أنسن وهين كذ يصيغ شهادات في الجال الرياضي وين إمو كان إمزورا ذي اتعاذات الجناس وشرفا الجزائر. الوزير مزوارة هيني قراها رزفتي وسار قرينتي معذار يغرسن الشركة ظل بلانا في قال هارون لوميدي نهالنا المود اترنا نمد ونبدان انت فول بدنا نغلف ويزار النكا لعبد العزيز جراد اذا قد يسلكن اسيما الزغن مدان والدزاير وسار نهارتي مداوا كنن ويغي نبدان يسلكن داغ اس الدولة الدزاير تريما ونمدان ينبدان دغمدان جناناتن فئة مهمة من المجتمع تاعنا يجب العناية بها والسلطات العمومية هي لازم تكون في دورها ونحاول دائما إعطاء الأولوية وكل الفرص لهذه الفئة لأن فئة تحتاج إلى تدعيم وإلى المشاركة خاصة في الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو التربوية أو الرياضية إلى غير ذلك وإن شاء الله هما دائما العينة تحمل برزة في الرياضة وفي الثقافة بينت باللي هما جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع تبدي فلهر توات أسراني نبدان أكاهل فلاوا غسنغلا فوز زراني جميلة تيجاوت ندبارة نمدان الدغكال تيهيزين هلنا قاي انوي غدون دغمدان إجنانات مشكلة واحدة نطلبها منكم تنقلوها هي انا وين نسكن راني نعاني وين نسكن كاين واحد داير دروج ما داير وين نسكن عندي دروج طالبت البلديه باين حولي باه يديروا منين نطلع الشريطه تاعي ما واحد ما استجاب لي لازم التعميم هذا على كل الادارات الجزائريه لازم ناخذوا مبادره كبيره وطنيه باش نوزعوا طرق وتسهيل الدخول الى البلديات والاماكن العموميه هذه ضروره يعني حتميه يعني يشري آلة مثل هذه بصح ما نجمش يستعملها في الشارع صعب جدا ينبدا نمدام وشرنا ولاو مدرن ارتينا هالواغ رغم الدونت فودريت نت سكني نهار تنويستن رغم داني جنة فولاس بدن وليتكس تمدورت فئة عندها قدرات كبيرة ونقدر نبدا نمدان السنة نهار تنجوتنين الدوبة ممكن نسن نراينا ندنتيلا اللي كاننا سرسن قدرات هائلة ان شاء الله وحنا ان شاء الله نديروا مستقبل كبير ونطوروا ونبنوا الوطن تاعنا اللي هو الجزائر ان شاء الله ماشي انه ذوي الاحتياجات الخاصه فقط يعني نهايه العالم ذوي الاحتياجات الخاصه يقدروا يكونوا اكثر احسن من الاطفال العاديين يقدروا يرفعوا عالم الدوله اكثر من الاشخاص العاديين حبيت نحل مشروع صغير رحت لوكاله القرض تاع لونجام مستوى العاشر وعطوني قرض وحليت الوكالة تاعي حاجة كي تحبها لازم تلحق لها وما لازمش تسمع الانتقادات هي أيضا فئة في المجتمع ويغي من نسن موسى الهرد دغد بنت هلوى الدوبين إذا كنا كرت دغمدان جلنة هلا نهارت ويكن ستايت نسن التيد نسن انتنظر هاني هلوان كنير قادرين يفجروا الطاقات تاعهم بالعزيمة والإرادة تاعهم ما تفشلوش دائما الإرادة تكون كاينة بالإيمان تاع ربي قدراتكم إن شاء الله تقدروا تحققوا أمنياتكم تبدي فولسن أني مرتم هال إيوارنا رمضاء إن زيدر فولسن أو إن دغدا وضيم ويغي نبدان هرت وارن دغا كالنسن هلان فولاس الدزهر تندونت أمدان
وغير كذا تعاد الجناس نيمع ذر الوزارة المعونة الأمور نت مطوط هالسفغ يجتوي الذي الانترنت ذي السلك متى يلاقن في الجالي معذر بالخصوص إيقليلا واروح نروم كان الانترنت سرسن ذي السلك متى ينفعن هكذا الميكانيزمات يهجاريهن الدولث في الجالمسن. قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يبدو المجهودات ضغط الغاء تتغلفت إمزاغا الديضي نجاء دبارة إينينين فوريرت إنيلال ينبدا إدق وهسنينت الدبارة تنلقرت صازرف هون لونساج أدلاكنا أواغي مدا يقال أدبو وجه الدولة أواغي مدا يقال أدابو وجا الدولة دغتليل تهيتج ينبدان ويغ أبدانين دغمليكيت هارتا لدعم انخراط هذه الفئة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب السياسة التدعيمية للدولة. الجزائر تجاء تليل مقرت يدون تويغ النبدان فلاس الجزائر ها إيكالن وين صديسة تمر وين أدكراض أغلفنين أجنا ناوا النبدان سيد فولا وين أسود جن إيمن نهضن تتبقيت تغلفت الحق النبدان دغ الدستور وينين سيد فولا وين أسود جن إيمن نهضن تتبقيت تغ هي تغلفيت ديتاويت تغ هي تغلفيت ديتاويت الحق والنبدان دغ الدستور واجن دغ الدستور واجن يينين ذي الوقت ثماني الدولة هلا تعاون مع ذار بالخصوص سو استخدم التكنولوجيات جديدا الساهنة ينقرين يجلوا فاق جار وصغمين تمورت الحقوق نيبو ندمن أكذ الفيدرالية نتزاير ني مع ذار من أهم التوصيات هي إشارات المجتمع المدني وخاصة الفئات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن لا يبقوا في الانتظار ونحن نضع لهم القوانين يجب أن يشاركوا في عملية طبخ هذه القوانين بتقديم مقترحاتهم التي يروها ضرورية لخدمة هم الأدرى باحتياجاتهم إلى آخره إذن فيجب إشراكهم بصفة فعلية وبصفة واقعية هذا البروتوكول يدخل في هذا الإطار رايحين يعني نديروا بروغرام داكسيون برنامج عمل رايحين نديروا تقييم سنوي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رايحين نشاركوا في التقرير السنوي تاع المجلس اللي تبعث السيد رئيس الجمهورية رايحين حنا نديروا كونتريبيوشن نشاركوا نتكلموا على وضعية الأشخاص يعني ذوي الإعاقة المركز النفسي بيداغوجي الذي قسنطينا يسمو كان تنطلان دي سنفي وراشني غرسن تريزوم يان غتوحد وذين لان إذا يسنن من كان تنطلان سي مسنا ونت نفسي إقار محمد علي إغيبة ابددن يمنها ضد سالما دنار راوين ونبدان دغ الكوبانية تنتوق قوست النبدان دغ قسنطينا فولتوق قوست دساغري نويغي نبدان فوليريت ندل مدين ويغار راوانا تيتي وين تيسيتا قزني مانسن داكاي انتكرر سجوتنين التارتي تددونت سالخالي ولاغن المؤسسة تعنا راهي تحتوي على كوبانية أنا نغتاغ هان تتيم يضيت سنة التمر وين نبدون تصديس تجراو تنتور نا تاني بانتيتي اللان تداغ قوز التمر وين نبدون تجراو تنتور نا تاني التوحد ويغي نبدا نمدان نوغاست نديغ نتوزان تن أكو يض نجينا غيليا ويجرو يبانتي تي نجينا غيليا ويتجرو تورنا تن توحد نجينا غيليا سيديس ويدي أكار راوي الديودس إريوات يوغزن غاسني ينبدا نويغ إنا سجوت نسن ويتجرو تورنا تن يبانتي تي تورنا تن التوحد دغتاغ الكوبانية لانة التقنية تنجوتنين تنسيتين تي 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 موسنين الكامنة تمنيكة الدبارة تنتي سردنين دغوا غجننا تعتمد على تقنيتين كان يضيق الكامل سنة التقنيتين تلي التقنية تنتيج جنين يسلم النار راون تغري ميغاوال تلي التقنية تنابيع تلكام يزتهني نار راون عن طريق الصبر أهل يبورك أني نبدأ نمدان دغاه النسن وأنا العالم أغير المعونة ذي الولايين بو مرداس هنا ينطوض النريم وكان من اللاني معذار وشي باش سيغ الناس المعونات يقار محمد أبي إسماعيل
دي هون تدر طبزان دي تيمورا انجوجن دي بومرداس تعمرت واشولت نغرسي دي هون دورو في وعرنت اتشرد ام كروس عبد الله عبد الله انت سيد بابني العاهات اون دورو في اللي تدرت تحتاجها اقنو قابل اي زعم شوف هاني بحباب برك يعاونوني في وليدي ما قدرت باش كل سمانه نشري له صباط وهذا يرحم والديهم الله يجازيهم كل ما نسحق حاجه نعيط لهم في التليفون وكانوا ساندوني في نخلص في 300 هذيك تاع منحه جزافيه ما يعطيكم الصحه بارك الله فيكم تمسي جورين او نحريش ولي كرم غفسن او نشرى اخدامنا والخلايات وسجاف وجراونسن دو تكفل سيسن ماني ابدي ايد باب نعاهات انساني وجار نشرى واضيضن نحن نقوم بالعمل الجواري نتقرب من هذه العائلات نشنين سجاجن وخدام ماني زوالي وانتو شولين تقليلين بهن سل ليت مشرو سينسن دو فاني قن الحل دو شانسن مساعدات دو بدي ايد باب نعاهات وكذلك المساعدة للحصول على سكن اجتماعي باعتبار أن مديرية النشاط الاجتماعي هي عضوة في اللجنة الولائية للطعون أخدمنا والخلايا انتهى أعاوننا وانتواشوا لين تقليلين أما نشي ديك تشليت بها فوتكفل سون الحالات صفية يشت سي سيدنا أني معذار بالصحة من غرس النية كذا الطاقثة من يهلها خدم لخدم التزعيم تعيطة حتى ولا لخدم تيسه وعر يقار مسك أحمدو نقولهم كاع ما تقولوا شرانا اونديكابي حياتنا امل ابدا واض جا صفية ودتو هي تطفي فسن انت تديك فانتكاي تقيم زمي شاكوشة تنتينلم كنت نخدم هكا شبيكه ومن بعد بالعقل 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 وليت الخيار تجاره خدم غندوك ندوك ادق لغ زمي غريدو تن تصدق ان انت ندوك ضفر وي نقل كان نغي موتاج ويدغ ذكر نتيض دين هرت النسنة هرت واغي مدا السلزمي رجع تاجو هي تنظم ومن بعد كنت في الصحراء هذا الدبلوم درت ستاج دارونا خياطه وكامل والحمد لله يعني نجحت فيه صفية هرت دغدي دي نتيجة انتكايت أديو ضنت هرت وهنت هلوا أنا وحدة ما نقدرش الشغل واغ وردو بيغ إتكان نغاسي هرت وهي سلزمن تميديت هتيلة لتفول سيوض نهرت ويغنكن جماي داغ هنغجي نيدق وين سلمة بنان إن ننمي لالجيرينا فول واغ نخماد يلا نشكاراز فولتايتي تهانغت السيوض تيدق ويغنوا مش قدر عليه ربي هذه هي لازم نتحدى ولازم نخدمه سافرت تهرية صفية تنادس أبدا وريتك سالمود جميع تاتك نفول منون هرت وكون ينفون كون يضهلان الوزير نتجارث كمال رزيق يخبر باللي الوزارث هلا السوج ذي جل بلان العساث يترق بين السلعات يتاسنسي برا نتمورث من يرنينا سهلا لخدمتني ذي توكل فنسي وراقب وارنينا زيران ذي العساث نسلعات ذو ميز وخسن بشي لصفا أكثر ذي ورقة ثين غير المفتشين نغميرا حل من كاتاقنا ظفرن السلعات حتى ولا فغن الاسواق وهنا ينسوج ذن بشرنين ذي وحار بسر والسلعات وخسن بشي ليمبدل نتفاصيل جاري غير ان اللمان كذي غير ان توكل فنسي وراقب ورنينا غرن البنك ذي سلك ساس علم يتخصان غير ان الارزاق وذي البلان نوزوث نسجور يوصى في اللسان الوزير مزوار عبد العزيز جراد الوزير توكل فنسي البيئة نصحرث حمزة آل سيد الشيخ يسيغ أبتو نركب ذي 5000 نسجور كذا النقلات كذا المعاونات ندواوات ذو ظنر الولاية إليزي باش تدخل الثر الجامعات هي اللي يسقى سمحا ما كي لزم الحال عيطا غير من كذا الجمعيات معاونا باش انا قان وعقمني مكان ردخل من الجامعة لمين دباغين ايه الذي استيفي قار ادريس عزيزي تعتسدو تغلى من دباغين هات الولاية النصطيف ابددا فول لسكيل تدوك اللي انت مزاغا وينكال فول سجره النال مادن سمك واسياق زني ما نسن دغيبان نيها غنطورنا تاغن كورونا قمنا بتنظيم هذه الحملة وغا سجره نيري واي غارين دا تسدو تاف والتقزام ما نسن دغيبان نيها غنطورنا تان كورونا كورونا كوفيد 19 نما ريكل تدوك كيلين ويغي مزاغنا هنا دو سنين دا تا تسدوت إيواين ويغي موتاج نزيد جندقن ويتها تا تورنا كورونا الدقن انتغري ويغي نالمادن هني انتا تسدوت نتار داغ واغلون نسجره دا تلكامت المجهودات مستقبلا بإذن الله تعطانا تجويغ مزاغن فلا زد جندقن وانتغري فليرت نيجوه النالمادن اندقن وانتغري هالديجنين
تيس وغاز اني ما نس تقريبا اني هغن تورنا تاجرسن قمنا تاتيب الدين جاد غطاس دو تمقر الولاية تغنصتيف الكام الناس مدانة الجامعة انت الولاية الدقة وانت مزوق نلمادن والإقامات نطوزا تكما من فول نلمادن التكاب دي وانت النسجرة نسن فولا داقز نيما نسن دغيبا نيها انتورنا تاغن كورونا جرسن تحية الجزائر اي رواية هنتيغتي دوكي لين بدار فولا زد انت قن مدان ويسينا يورداس توارتن تا تورنا كورونا امدان ذي الخدمة لان قارن ذيس بشيلي وحراز سي كورونا كذ الهلاك نصارطان غري سذنان بزيات في الهلاكات أيضا هادو كلان سذنان في خفن سنت نورية حفصي قرين يجي اتعاذ كارمن ذيس الطبا كذ القبيلات لخاطر لان خدما عيطة بالخصوص ذي مكان إبعدا الوزير نغير نصح عد السبيطارات عبد الرحمن بن بوزيد هيني السحبس المضبر يتفن المركز نودوا نفيسة حمودي تو قرن الزيك بارني ماسر كيك زوبير في الحساب متى خبرن دي الوزارة نغير نصح سي القصر نيفسار صافاكس صنوبر البحري روح يجي الركب رصح رثا غربي ثلان 15 الكاميوات ذي سن السلعاث نلماكلت ولخدمته قريت دوكلا نتمورث نيفلح نيجازيريا نكذ اللجنة نتزاير يتعاون الشعب نصح رث أغربي في قار هارون لوميدي وغصوا دي موسى الميلة الواجهة دوكيل تنكيل فرجان دغكال وان دزاير يمزغون الصحراء الغربية تركف تاغ تمرامرة تهلواغ تواي سودر سالون النسن سيد فولوين تواي داغ أكد الخضرة سالون النت يمزغون الصحراء الغربية إضافة إلى قيمة المادية وغهرت جنت مد وين فرجان انتني وضا يخدم ستيري نسن التكنن وغهرت السيوين تيت موسن يموسني هال نال ميلا الجريسن تجن داغ الخير مد كيل دزاير نجون تيوزاين سرس من أجل نصر الشرعية الدولية وإحقاق الحق تغطيك اللي تزارتنا الملال اللي كام داغر جينا تيضها دنين داغ هلاوي غد دقلنين تضامننا ليس محدود لا بكمية هذه تلتنين أغو هاسنجي وليان ميضان أريوان الدوبة تمدا انتا هينج يتموين أغوين الصحراء الغربية الصحراء الغربية المناضل لناضل من أجل حقه تغطيرك في تهلواغ نسي ويتليل يتموين أغوين الصحراء الغربية هلان دغ هلان ويغهن الصوه اتنين فلسن او ان دغدر اللي اللون كان لسن برجوعه الى الكفاح المسلح تغدبارا جنتي وايدا غتيرا وتنسيريس يتروكي لتمزغن انجير كالن فلا سنتنا دا تقال تانا تمزغن ون الصحراء الغربية او ان دغدر اللي اللون كان لسن في المسألة نسحر ثغربي في عيطة سير باع أوروبا سنعث النشغب نسن في التعديات من العسكرنا المروك في شعبي نسحر ثغربي ذي الجهتنا القرقرات مني المضبر في هطفن الجمعية الدوكلا نسحراوي ذي النمسا هند بلي المروك ضمعن بشرنين ذوين الخيرات ذي الغلات نسحر ثغربي فهو من ضمن في القرقرات وشي ذو عفاس في الوفاق نسحب سوم سنغا سيجي ثيس إرباع ذي الجمعيات سيجي ثنسن إرباع ذي الجمعيات سين النرويج صنعت النشغ بن سن في الحال ذي أسحر ثغربيث وذي مورث طليان وسغيمي بنتين لغان في الحكومة طليان كذ أدوك لن أوروبا باش صنعت النراين سن في صدماث من العسكر من المروكة ذي بشار يمزغن الجيث انتغي تسنن مليح الحرفات زعيما يسخدم من ذي سن رملة كذ شال من يحوس الناس لا روح نرذين ذاوين الحياثن الفن نواس مكثي قار محمد تلمدات أبدا نواجا أما بعد قصار الصديق سوى دموتيان نيت كراد التمر وين دكوز واتي ويغ دغمو كن هرتن هسينين سدهي دمضاد وغهرت يجرز يماسا وين تغرم تنتاغي من ليه هو من واد ندوكي عدد ولا صاق دغ دغمو كن واتجن الدونت ويغ هرتن كان نيسا مضاد يمريا انت ويغد ويغ يمريا انت ويغد ويغي مضلان دغيدا كن ويضو جدني قالهم بعيد تغل خدمتي تلتد الصديق ورمراون نيت ويتكننين وانتروت إدقوالي جاطانات تنجمعي نالو نويض هدنين نمضى لدغكان في الأول كان غير تغطي زارة كلاد سنجالغ ضفراوين أقل قايدة صورة تدغ سنجالا ويغهرة أهو السيني سيد فولاوين تجغ ألونا ويض هدنين دغهرة واغ سنجالا ويدير لي كولور على حسب الطبخات إدقوالي سنفر نغالو نويغ نمضى اتجه دطناكا فوليرت اتجه دطناكا فوليرت نسج مضنا لولا ننسيديس يهفن نودم يهوسين ايويغ ايمضلان
داخل خدمت يريت وغما واد هولان وريد بيت اتتي فلاس تموساس الرزق النيت داخل خدمت نفس السنجل دس النفرن نمضال تقال الرزق نواغ نبدون فلاس تسيب رد السياحة دا تغرم تنتاغي همني لي نمير الخبرات وسكوني نقيم ذي لهنغلي نملق ذي الخبرات إدي تسم